نحن الذين تميزوا بسلوك. البيئة المدرسية أحد أهم المعززات الإيجابية للطالب، وتميزوا بالعلم والأخلاق. هنا في مدرسة الإمام السوسي استعد الطلاب كغيرهم في جميع مدارس المملكة اليوم للمشاركة في الأنشطة المختلفة لتفعيل برنامج تعزيز السلوك الإيجابي. فالشاب مطالب بأن يكون متمسكا بقيم دينه باعتباره مسلما في بلد الإسلام، مبتعدا عن كل تصرف قد يضر به أو ينزل من قدره. وتعززت فينا الصفات بفضلكم. أيدي يا أزمن. برنامج تعزيز أولا هو منطلق من طبعا مبدأ إسلامي، وهو تعزيز السلوك والقيم الإيجابية، يهدف إلى إيجاد بيئات متميزة سلوكيا من خلال تنمية السلوك الإيجابي وخفض السلوك السلبي. ينفذ طوال العام، ولكن يكون هناك أسبوع مكثف للتعريف بالبرنامج. حضرنا فيه دورات، حضرنا فيه أنشطة، ونقلنا الخبرات هذه للمرشدين الطلابيين والمرشدين الطلابيين للطلاب. البرنامج الذي أطلقته وزارة التعليم تعزيزا للسلوك الإيجابي في المدارس للوصول إلى بيئة مدرسية إيجابية ورائدة. التعزيز الحقيقي أنه يكون متكامل، يعني ما لا يوضع على الملام على البيت، إذا كان في سلوك سلبي لا يوضع على البيت لا على المدرسة. جدا ممتاز اللي هو اللقاء التدريبي، حتى كان أصبح عند المرشد الطلابي دراية كاملة عن البرنامج، الهدف والقيمة. أحيانا بعض الطلاب يكون لديه جوانب إيجابية عديدة لكنها ما ينتبه لها، وبالتالي يكون مركز على جوانب الضعف وجانب القصور لديه، جوانب السلبية، فبالتالي هذه تقلل من إمكانياتها. نحن في هذا البرنامج، برنامج تعزيز السلوك، نريد أن نرفع من هذه الإيجابيات. تضمنت الأنشطة معرضا توعويا ومحاضرات تدريبية تنمي من الثقافة الإيجابية في نفوس الطلاب. توغلت الفكرة وانتشرت في أقسام المدرسة وبين التربويين والمشرفين والطلاب لتظهر نتائجها في كل أقسام المدرسة المختلفة. عندنا هنا في تعزيز للسلوك الإيجابي من ناحية العمل التطوعي والإنقاذ ومساعدة الطلاب، دافع إيجابي وتطوعي في مساعدة زملائهم الطلاب وإنقاذهم. حتى بعض الحالات بعض الطلاب اللي دربوا عندنا أنقذوا حالات برا، حادث في الشارع أنقذ أحد الطلاب ويعني قام بإسعافه بالإنعاش القلبي الرئوي. أحس أني منذ شيء عظيم كإنجاز طلاب كإسعاف الطلاب، هذا عمل تطوعي بحد ذاته. اخترق عندنا طالب مره، فانا دخلت في الكشافه، اعطونا دوره حق اسعافات، اعطيته CPR وفكت القصه الحمد لله وكمل طبيعي. احنا في جماعه النظام نادرا ما نحصل بعض السلوكيات السلبيه، موجوده ولكن نادره، وفي تعاون جيد جدا من زملائنا الطلاب داخل المدرسه. السلوكيات السلبية والمشاكل اللي تحصل يتم احتوائها بشكل أسرع وأفضل من قبل طلاب النظام. مؤدب، يتأدب، يكون يعني منتبه للمعلم، ويكون مركز في الدرس ما شاغب. تستمر وزارة التعليم في تقرير البرامج التي من شأنها زيادة الوعي والتثقيف نحو السلوك الإيجابي والتطوعي، والذي يعتبر أحد أهم بنود التحول الوطني في التعليم، إيمانا منها بأن بناء وتعزيز المجتمع بأكمله يبدأ من هنا على يد ذلك المعلم. يتكلمون عنك بأشياء إيجابية، حتى لو مرت سنين كبرت، مهما كان يجي مدرس يقول للطالب، أنا أذكر كان عندي الطالب فلان الفلاني كان طالب محترم مؤدب، فيذكرونك بالخير بدل ما يذكرونك بالسوء. رسول طريقنا وشعارنا قيم على ميثاق وتعززت. لقناة عين، محمد المدني، الرياض.